باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نرحب بأحبائنا المشاهدين في برنامجكم عقيدتنا في كلمات. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة هو السقوط والعقوبة. من علامات السقوط بقى اللي احنا بنقراها في تكوين 2 عدد 25: وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يهجلان. طب الهجل ده كان فين؟ هو طبعا الإنسان لما خلق زي ما قلنا يعني خلق في اتساق بين النفس والجسد. إذا الأول كان هناك اتفاق واتساق بين الجسد والنفس أو بين الروح والبدن. حصل بقى نوع من الخلل والاضطراب اللي أصاب هذا الاتساق. نتيجة للخلل بقى تنبع الأهواء والشهوات والخطايا. نتيجتها هتكون طبعا الخطايا دي إظلام العقل وأيضا تحمل معها الخجل. يعني عايزين نقول سبب الإحساس بالخطية هو أن الإنسان فقد الاتساق والاتفاق اللي هو موجود بين النفس والبدن. فلما يفقد هذا الاتساق طبعا الجسد هيثور بشهواته على النفس. الجسد يثور بأهوائه وشهواته ومن هنا بقى ينشأ الخلل في العلاقة بين النفس والجسد، ويتعرض الإنسان طبعا للسقوط في الخطيئة. وبعدين زي ما شفنا نتيجة الخطيئة طبعا هتظهر للإنسان ان هو يعني في حالة عري، لانه طبعا النعمة الإلهية كانت في الأول هي التي تغطي الإنسان، دلوقتي فقد هذه النعمة فانكشفت خطايا الإنسان. الحية هنا يقال عنها أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. حقا قال الله لا تأكل من كل شجرة الجنة، فقالت المرأة الحية من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لألا تموت. كلمة أحيل طبعا هنا الكلمة أحيل يعني لا تشير إلى العقل والفهم، لكن تشير إلى عملية الخداع، على أساس الحية بتبقى بارعة في عملية الحيلة والخداع. حتى كان يعني في مثل قديم سائر بالنسبة للخداع الحية، وبيجي في إنجيل القديس متى يقولوا إيه؟ كونوا حكماء كالحيات. طبعا المقصود بكلمة حكماء هنا يعني ما تلجأ إليه الحياة أحيانا من خداع في سبيل أنها تنقذ نفسها. الحية هنا بتتساءل، التساؤل بتاعها طبعا القصد منه مش انها يعني عشان تعرف الحقيقة، انما التساؤل كان بقصد اثارة الشك في قلب حواء، وفي الوقت نفسه لكي تثير الكراهية من حواء تجاه الله. ليه؟ لانه الله بيمنحهم من اكل الاكل من شجرة معرفة الخير والشر. وبيمنحهم ليه؟ لكي لا يصير مثل الله يعرفان الخير والشر، يعني كأنه نوع من حسد الله للإنسان. كل ده بتثيره الحية بمكرها وخداعها. هو لما أقول بتثيره الحية يعني بيثيره الشيطان في الحية، يعني الحية هنا بتتكلم من قبل الشيطان. حواء الحياة هنا يعني زي ما غلطت في الأول في
تصديق الشيطان، واستمعت إلى كلامه، بدل ما هي تبعد بأذانها عن الشيطان وتهرب بعيد، استمعت إلى كلام الشيطان. شفنا حاجة أكثر من مجرد الاستماع، ده الشيطان قال يعني سؤال بسيط كده، هي في الإجابة بتاعتها توسعت، زي بتقول كشفت له كل الحاجة أكثر مما هو يريد. حواء بدل أن تبعد بأذانها عن الشيطان وتهرب بعيدا، أجابت على تساؤل الشيطان وأصغت إلى حديثه الخادع لها، وقعت في حبائله، استرسلت معه، كشفت له الوصية كاملة. يعني الشيطان ما سألهاش عن الوصية بالصورة الكاملة، سألها حتى كده، هل ربنا قال لكم ما تأكلوش من شجرة معرفة الخير والشر، ما تأكلوش من شجر الجنة؟ لكن هي حبت تجيب الشيطان بإجابة أوسع، كما لو كانت حبت تخدم الشيطان. يعني زي ما احنا عارفين وقلنا ان الشجر المحرمة على آدم كانت تقع في وسط الجنة، وطبعا كان مقصود ان الشجرة تبقى قدام عين آدم وحواء وفي وسط الجنة، عشان تبقى دايما الوصية قدام آدم وحواء، عشان يبصوا للشجرة دي تبقى دايما قدامهم بصورة دائمة. لو نظروا للشجرة بصورة دائمة كان ممكن يستفيدوا، وكنا ممكن نبقى عملية تدريب روحي هنا على الطاعة والخضوع لوصايا الله، لكن هم طبعا قلبوا الأمور. الحية بتقول للمرأة لن تموت، يعني الشيطان بيقول للمرأة الله كاذب، وبيقول لها أيضا الله حاسد، لأنه مش عايز الله الإنسان يبقى زيه يعرف الخير والشر. الشيطان أوهمهم أنه على العكس، لو أكلوا من شجرة معرفة الخير والشر سوف يصيران مثل الله من حيث معرفة الخير والشر، يعني يصيران كاملان كاملة المعرفة، يقدروا يحددوا لأنفسهم بدون حاجة لله ما يجب عمله وما يجب الامتناع عنه. يعني كان الأمل في المعرفة التامة وفي الاستقلال الكامل عن الله، كان الأمل في هذا هو اللي جعلهم يستمعوا لخداع الحية أو لخداع الشيطان في الحية. بيقول الإنجيل حاجة عجيبة قوي، احنا قلنا ان الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر كانت قدامهم على طول، دايما شايفينها دايما، لكن جم المرة دي بعد كلام الشيطان كأنهم بينظروا الشجرة دي لأول مرة، كأنهم بينظروا للشجرة دي لأول مرة، لأنه بدأ يشوفوا في الشجرة حاجة كما لو كانوا لم يكتشفوها في كل المرات السابقة اللي كانوا بينظروا فيها للشجرة. رأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، فما هي قدامك الشجرة على طول يعني، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا وأكل. يعني إحنا بنقول الآتي، حتى اللحظة دي اللي هي بدت حواء تمد إيديها عشان تأكل من ثمرة الشجرة، كانت حواء بتنظر للشجرة زي ما قلت مرات ومرات ومرات عديدة، لأنها في مكان قدامها واضح، لكن للمرة الأولى تشوف فيها حاجات ما شفتهاش في كل المرات السابقة. شايفين الشيطان لما يحاول يخدع واحد كده يصور له الأمر كده بصورة يعني إغراء وخداع، ويذكر له حاجات جديدة كده مغرية، كأنه يعني المسألة فيها أشياء كثيرة لم يكتشفها، ودي الشيطان بيكشفها له لمصلحته.
الشيطان هنا عمل نفس الحكاية مع حواء، خلاها تنزل للشجرة وترى فيها أشياء كما لو أنها لم ترى فيها هذه الأشياء فيما سبق. هي الحياة دلوقتي بتنظر للشجرة بنظرة مختلفة وباستعداد نفسي مختلف وبشهوات غير معقولة. بدأت تنظر للشجرة وفيها نعم وميزات لم تكن ترى هذه الميزات والنعم سابقا. قبل كلمة الشيطان، الحواء لم ترى في هذه الشجرة هذه البهجة اللي الشيطان حاول يغريها بها، لم ترى حواء البهجة اللي بيقدمها لها الشيطان دلوقتي. حواء خضعت للخديعة، مدت إيديها أخذت من الثمرة أكلت وأعطت رجلها أيضا أكل معها، وهنا وقعت الخطيئة الأولى، الخطيئة الأصلية للإنسان. اللي بنلاحظوا أنه هذا الفعل لم يصدر عن ضعف، ملاحظة تاني أنا قلت هنا الفعل ده لم يصدر عن ضعف. ليه؟ لأنه لما قدمت حواء لكي تأخذ من الشجرة كانت بكامل المعرفة وبكامل الحرية، ما كانش في أي ضغط عليها، كان بكامل المعرفة وبكامل الحرية. نقطة تاني بقى نحب نضيفها، إنه هذه الخطية ليست كأي خطية أخرى، هذه الخطية تمثل أبشع خطية ارتكبها الإنسان. هذه الخطية لها خصائص الخطية القاتلة، لأنها وجهت ضد الله الموجود الأعلى والأسمى. خطية امتلأت بحب الكبرياء، بالتعجرف، بالتغطرس، بالكفر، بعدم الإيمان، بالسفه الأخلاقي. طبعا نضيف لكل هذا روح العصيان والتمرد اللي أظهرته حواء نحو الله ونحو وصاياه. حواء ما اكتفتش انها تاكل، يعني حبت كمان تكرم زوجها، تكرم آدم، فقدمت له، اعطت رجلها وهو للأسف يعني اخذ منها واكل، عشان طبعا يريد أن يقاسمها، يريد أن يشترك معها في النفع المنتظر تحققه من الأكل من هذه الشجرة. هكذا خدع الرجل من المرأة. ابتدأوا بقى عينهما تتفتح ويرى أشياء لم يكونا يرياها قبل الآن. رأى آدم وحواء أنفسهما عريانين، فخاط أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزر. لو حاولنا نقف شوية برضو عن يعني نشوف موقف آدم وحواء من الوصية، هنقول الآتي. زي ما قلت قبل كده انه آدم وحواء كانوا الاول يعرفوا الشر معرفة نظرية، لكن حاليا بقى بدوا يعرفوا الشر معرفة عملية، بس ايه؟ بس مرتبطة هذه المعرفة بفقدان الخير. يعني في الوقت اللي اقدموا وعرفوا الشر معرفة نظرية، للأسف فقدوا الخير اللي كان موضوع قدامهم. عرفوا الشر لكن على حساب فقدان الخير. الخير كان في النعم والهبات الإلهية اللي كان
الله منحها لآدم وحواء قبل السقوط. لكن الخطية أظلمت العقل، الخطية أضعفت الإرادة. خد بالك الإمكانيات اللي اتكلمنا عنها زمان في حلقة سابقة، اللي كانت فخر للإنسان، اللي كانت تمثل صورة الله في الإنسان، قلنا العقل، قلنا الحرية، قلنا السيادة. للأسف بقى هذه الإمكانيات وهذه القدرات بدأت تفقد قوتها، بدأت تضعف، بدأت تضعف إمكانيات الإنسان بسبب الخطية. أين نور العقل؟ العقل ظلم. أين قوة الإرادة؟ الإرادة ضعفت. أين براءتك يا آدم عندما قيل إنك أنت خلقت في حالة بر؟ أيضا فقد آدم براءته وقداسته. الجسد بدأ يضعف لأنه بيتجه نحو الموت، حكم الموت منتظره، فهو بيضعف شوية بشوية لغاية لما يدهمه الموت. تعرت آدم وحواء تعريا من الفضيلة. الجسد اللي كان يريان فيه نعمة الله تكسو الجسد، صار هذا الجسد لهما عريانا، يعني محل عار. ربما نسأل يعني هم ما كانوش عارفين ان هم عريانين الا دلوقتي ولا كانوا عارفين؟ لا، هم كانوا عارفين انهم عريانين، بس ما كانش هذا العري يحمل اي سوء او اي ضرر او اي اذى او اي معنى للخطية. كان زي ما قلت مكسو بنعمة الله. عشان كده كانوا عريانين ولكن لم يكونا يخجلان. تعرف نقدر نمثلهم زي ايه؟ زي حالة الطفولة، الطفل الصغير عمره ما يحس بالخجل من العري ولا يحس انه عمل خطية ولا حاجة. لا يحسون الاطفال، لا يحسون بالخجل من اجسامهم العارية. لكن في الحالة دي بقى زي ما قلت النفس والجسد فقد الاتساق والاتفاق والتناسق الموجود بينهما. كانت الشهوات في الجسد خاضعة للنفس، دلوقتي صارت الشهوات، صارت الأهواء، صارت الخطايا. فبدأوا يحسوا بقى انهم عريانان وبدأوا يحسوا بالخجل. طبعا للأسف حاول أن يخفي خجلهما بإيه؟ بأوراق التين. لكن هل يمكن تغطية الضمير والتهرب من تبكيته؟ يعني الضمير بدأ يبكتهم، هيجوا بأوراق التين ويغطوا أنفسهم، هيقدروا يسكتوا صوت الضمير؟ هيقدروا يهربوا من تبكيت الضمير؟ طبعا لا، أوراق التين لن تصلح لكي تخفي وتكبت صوت الضمير الصارخ. وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. اختبأ آدم وامرأته من وجه الرب في وسط شجر الجنة. تقول ايه عليهم لما تشوفوهم بيجروا يجروا وسط الأشجار؟ لما شافوا ربنا قالوا احنا نختبئ. تقولوا ايه على اتنين بيحاولوا يختبئوا من الله؟ تقولوا دول عندهم عقل ولا ما عندهمش عقل؟ هنقول على طول فقدوا عقلهم. هل من الممكن ان يختبئ الانسان من الله؟ هل من الممكن ان يختفي الانسان في اي مكان، يروح بعيد عن الله، يحط ستار بينه وبين الله؟ طبعا لا.
يبقى بدأ يتصرف وتصرف غير معقول. عشان كده احنا بنقول عقلهم ضعف، حساباتهم ضعفت، ادراكاتهم العقلية ضعفت. الرحيم فين؟ رحيم يختبوا من الله، رحيم يكبتوا الضمير، رحيم يخفوا صوت الروح القدس وتبكيته للإنسان على خطاياه. هنا ظهرت في آدم وحواء بعض مظاهر أو بعض آثار الخطية اللي ما كانش موجود. الخجل ما كانش موجود أولا، يبقى أقدر أقول الخجل ده عبارة عن أثر من آثار الخطيئة. الخجل أثر من آثار الخطيئة، لأن لو أنا ما عملش خطيئة أخجل ليه؟ وإيه بقى الحاجة التانية كمان اللي ظهرت من آثار الخطيئة؟ الخوف. راح آدم وحواء يختفي وراء الأشجار. ده أنتوا كان الله معاكم وكان حاضر قدامكم وكنتوا بتسمعوا صوته وكنتوا بتتكلموا معاه، ما كانش في هذا الخوف. لكن بلا شك الخطية تخلق الخوف وتخلق الخجل في الإنسان. الله جاء إلى آدم وحواء، ليس معنى ذلك أنه لازم الله يعني يظهر بشكل واضح، وليس معنى ذلك لازم الله يعني يظهر قريب جدا منهم قريب قوي عليهم، لا. هو مجرد الإنسان لما بيحس بخطاياه بيحس أن الله قدامه. لما الإنسان يخطئ ويحس بخطاياه ويحس بتبكيت الضمير ويتعب بسبب هذه الخطية وينزعج، ده ليه؟ لأنه حاسس الله مش بعيد عنه. مين قال أن الله بعيد عنك؟ حاسس الله واقف قدامه، حاسس أن الله يراه، مش هيقدر يختفي عن الله، مش هيقدر يخفي خطيته عن الله. لابد بسبب الخطية أن يمتلئ الإنسان من الرعب، لابد أن يحس بحضور الله ولكن بانزعاج وبخوف وليس بحب ورضا. على كل حال زي ما قلت بدأت آثار الخطية واضحة في تصرفات آدم وحواء، لأنه عقلهم ما عادش يشتغل بسلامة زي ما قلت، اختفوا. الاختفاء ده دليل على ضعف إدراكهم العقلي. هيختفوا إزاي من الله؟ عايزين نضيف بقى لهذا عندما نادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ أين أنت؟ أجاب آدم وقال سمعت صوتك في الجنة. يا سلام، وبعدين إيه؟ فخشيت. شوف الخطية بتوصل للإنسان إيه؟ صوت الله، صوت الجميل، صوت الله للإنسان يتمنى أن يستمع إلى صوت الله، يصبح صوت الله للإنسان الخاطئ يصبح موضع خشية. يا رب أنا سمعت صوتك لكن إيه؟ لكن لم أعد أسمعه كما كنت أسمعه سابقا. كنت أحب أن أسمع صوتك سابقا، كنت أحب أن أراك، كنت أحب أن تقترب مني، لكن الآن أنا عريان فلست أستطيع أن أقف أمامك ولست أستطيع أن أستمع إلى صوتك. وهنا الله يردد هذا التساؤل لآدم، يا آدم أين أنت؟ عبارة يعني مؤلمة جدا وليها معاني عميقة عندما يقولها الله لآدم. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، وشكرا.